والله انه دق علي واحد من هالجنوب قال تكفى شيخ والله انك ما شاء الله عليك دعيت كمل واحد من ربعنا وشوف الله وفقه تكفى دع لي ايش تبغى؟ قال ابغى بس 10 ملايين اي والله يا اخوان قال بس ابغى 10 ملايين قلت والله بدعي لك انا ما اعرفك بس ابي عهد بيني وبينك الله اللي يشهد وانا الحين في السياره ان الله رزقك 10 ملايين تعطيني 5 قال والله شغل اعطيك قلت وعد قال والله وعد اي والله شيخ طلال هذا الحاصل قلت تبشر والله الحين هذا بيسافر ان رجاك كثير الاسفار مثل الاسبوع ذا 3-4 طيارات كلها في اخر الليل انا في الطياره ادعي كلا ما نحل ادعي له والله يا اخوان من بكره الضحى قسم بالله العظيم والذي رفع السماء بغير عمد وبسط الارض على ماء جامد وخلق الخلق واحصاهم عدد دق عليه الضحى قال يا شيخ سليمان عرفتني قلت والله مشبع صوت قال انا اللي دعيت اللي امس قلت لك ادع لي تذكر قلت لي اللي تبي 10 ملايين قال لي والله اني ما رقدت البالح من الهم قلت ليش عزم قال يا شيخ انا قلت لك اعطيك النص صح قال والله انا تراجع قال والله ما اقدر اعطيك 500,000 اعطيك 200,000 ام اعطيك 5 ملايين مطوع والله ما اقدر اطوع قلت من جدك انت مجنون ولا تك قال لا والله صادق انا والله لا يا شيخ اسمح لي والله الان نتفق قبل تبي تاخذ 500,000 ما يخالف 200 الى 500 اما 5 ملايين والله ما اعطيك قلت اخوي ما جدك قال لا والله خاف يا اخي والله رجال ما اقدر اوفي بوعدي اسحب الدعوه من الان قلت طيب 3 ملايين قال لا قلت مليونين قال لا والله عيه قلت طيب تدري مليون قال مليون خلاص معليش والله أنا هذا شيء انا شفته ليش لان الدعاء يا اخوان سلاح ولا مو سلاح رد يا اخوان الدعاء سلاح مو سهل سلاح قوي فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر الصحابه في المعركه وين كان الرسول يا شيخ طلال ها يا اخوان وين كان الرسول ها كان بالعريش صح حتى يوم دخل عليه ابو بكر ولو رافع يدينه العبايه ذي يقول فصدق سقطت فوق عاتقه ورافع نيده يدعو يدعو ابو بكر يقول له يا رسول الله ارفق على نفسك فان الله منجز لك ايش ما وعدك والرسول ساكت ورافع ايده رافع يوم طاحت العبات وقال ابو بكر فخرج من الخيمه وهو يقول هذه الايه سيهزم الجمع ايش ويولون الدبر دعاء مسهل والله شبابنا الان وبناتنا هذول بعض الاوقات الحين بعض الشباب اذا ضاق صدره مره ضاق صدره وقفرت عليه الدنيا اسالكم بالله بعض الشباب وش يسوي ردوا انا عيش واقع الشباب الشيطان يضيق عليه يقول تدري تبي تنسى تبي تنسى ايش تسوي ايش يسوي شيخ طلال بعض الشباب اذا ضيق عليه الشيطان وش يقول له يقول اشرب حشيش انا ازور مستشفيات الامل وزير ازور السجون وازور اللي يقعون في المخدرات والخمور اذا سالت يقول وش حدك قال يا اخي مليت مليت قلت تدري خلنا نشرب خمر وانسى واذا شرب خمر ينسى يا اخوان ردوا والله اني داخل مستشفى الامل يا اخوان ولا واحد سكران تو جايبينه الجديد يوم شافني جاي يخمني هلا يمه قلت انا امك الله يقلع شيطانك وهاللحيه دي وين راحت الله يزقيه قول انك تشبه امي قلت الله عين ابوك